بتعمل ايه في حياتك؟ يعني كلية. كلية ايه؟ كلية آثار. اوبا، ده شغل جامد. مية مية. انت راجل، هتبقى راجل بتاع آثار قد الدنيا. ايوه اسعي. اندرو حواس صح؟ ناويها انت أيوه. تلبس طاقية وكده؟ تعرف ايه عن عجائب الدنيا السبعة؟ انا ما اعرفش، انا عارف ان هم سبعة بس ما اعرفش ايه هم. تعرفش اي عجيبة؟ ولا عجوب واحد؟ ولا عجوب واحد. خالص؟ يعني ايه اهبد؟ مش عارف، تخلف حاجة منها؟ لا. انا بخمن. لا دي معالم. معالم؟ مم. الجن مثلا وكده؟ الجن؟ ماشي يا عم. ماشي خاطرك. طب ايه أغرب حاجة حصلت لك في حياتك؟ وأنا صغير اتلبست. نعم؟ والله وأنا صغير اتلبست. لبست ازاي؟ كنت تيشيرت وأنت صغير مثلا؟ لا أنا كنت شورت. أنا كنت في الدور الثامن في اسكندرية، وطلع شقة واحد صاحبي، أنا كنا صغيرين، وهي مامته وأخته كانوا معانا. هما نزلوا يجيبوا حاجة من السوبر ماركت، وأنا هو كنا بس في الشقة يعني. فجأة جا في بالي إن أنا عايز أرميه من البلكونة، متسألنيش إزاي والله. جاب بالك ايه؟ ان انا ارميه من البلكونه، لازم ارميه من البلكونه. ارميه من البلكونه؟ ارميه من البلكونه؟ والله. صغير قد ايه مثلا؟ كان عندي بتاع 7 سنين مثلا. بس قعدت الف بقى، كان في ترابيزه كبيره كده بره، قعدت الف حواليها بفكر ارميه ازاي؟ قلت له تعالى بص على النجوم مثلا، وهو يبص على النجوم وانا ايه شايله ورميه. بس اخر لحظه فقت. والله اخر لحظه كده انا فقت لنفسي، قلت مش هينفع اعمل كده. فحبست نفسي في الحمام وقفلت بالمفتاح ورميت المفتاح من تحت الباب. بس قعدت كنت عايز اكسر الباب عشان اطلع ارميه، لحد ما اهلي وصلوا وهديت وبقيت زي الفل. لبست ازاي يعني؟ والله دي. انا وانا داخل الشقه حسيت ان في حاجه طارت من جنبي كده، ما اعرفش بقى هوا ايه، حاجه جت في وداني قالت لي حاجه ما اعرفش. بس وانا صغير يعني، انا فاكر الموقف ده لحد دلوقتي. ما هي غريبه فعلا جدا. وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 27. ده حاجه من 20 سنه. ولسه فاكرها. ما دي حاجه تنسيش صح يعني. في ناس بتلبس عادي. طبعا. ايوه الحاجات دي بتقلق، خلي بالك. لا بس عادي لو انت فكيتها بعد كده تمشي الحال. فكيت ايه بس يا عم انت؟ يا كانت غزي الشيطان وراحت. انا الشيطان مين يا عم؟ خاف ترميني؟ انا واقف يعني ظهري للشارع، لو عامل لي كده بس. لا الحاجات دي بالليل بس، فانت بالليل يعني انا اسجل معاك بالليل بالظبط لو عايز. لا 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 امان زي الفل زي الفل. وانا هعرف منك بعد التسجيل انت في فندق ايه عشان ما عديش منه، ما راحلوش اصلا. تعرف ايه عن عجائب الدنيا السبعه؟ هما سبعة. ماشي كلنا عارفين دي. ايه هما؟ اديني عجوب. عجوب؟ عجوب واحد؟ الاهرامات. متأكد؟ مش من العجايب؟ انا بسألك. انا من العجايب. متأكد؟ ايوه يا باشا، تاريخ وحضارة. طيب على سيرة العجايب، ايه اعجب واغرب حاجة حصلت لك؟ اللي بيحصل لي دلوقتي. برجول. مش قصدي، مش فاهم قصدك، هو ايه اللي بيحصل لك دلوقتي؟ يعني حاجات كتير، بس انت مش لازم بقى احكي لك يعني. حاجات معايا انا شخصيا. حاجات معاك انت شخصيا. تحب؟ لا لا خالص. يعني مش هي اللي عامله فيك؟ لا 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 لا، ما بعترفش بيهم. ما بتعترفش بالحب اصلا؟ جدع كده كده، انا احترمك اكتر. لا لا لا. بس الحب ده لماما وبابا واخواتنا. انا بتاع عربيات. بجد؟ بحب العربيات. طب يعني بتحب العربيات؟ هي هو ده الحب بتاعك؟ بصراحه. طب امال ايه اللي بيحصل لك في شغلك؟ ما انا مش جايب، ما جبتش العربيه لسه. هتجيبها ان شاء الله باذن الله. هتجيبها 23 ان شاء الله، تبقى سنه جميله عليك باذن الله. عجائب الدنيا. ماشي. برج بيزا المائل. حلو. هما كام الاول؟ سبعة. برافو. ماشي. برج بيزا المائل. ماشي. الاهرامات. ماشي. تاني مدرسه الاسكندريه. تعرف ايه عن عجائب الدنيا السبعة؟ ان هم سبعة صح؟ كلنا. كلنا ان هم سبعة. تعرف اي عجيبة يعني فيهم؟ هم تقريبا تمثال الحرية وبرج بيزا المائل على ما اعتقد، والاهرامات بتاعتنا. لا الهرم الاكبر بس واحد منهم، وفي ساعة بيج بن على ما اعتقد، وسور الصين العظيم. يعني انت في وسط اللي انت قلته ده، اللي انا متأكد منهم اتنين. فحلوين حلوين يا عم. تمام. حلوين تمام. يمكن انت الوحيد اللي جاوبت. ده بجد كويس. طب على سيرة العجائب، ايه اغرب او اعجب حاجة حصلت لك انت بقى؟ انا يعني مفيش حاجة. مفيش حاجة غريبة حصلت معاك في حياتك؟ يعني ظاهرة الديجافو دي بتحصل كتير اليومين دول. اللي هي ايه بقى للناس اللي بتتفرج عشان نشرح لهم؟ انا عارف ايه. ظاهرة غريبة شوية، تمر بموقف تحس ان انت مريت بيه قبل كده. بس كده. وبتحصل بس. كتير صح؟ بتحصل كتير اليومين دول. انت عارف يعني ليها تفسيرات كتير يعني. ليها تفسيرات. انا بقى غيرك شويه. انا ودي عجيبه برضو. بما اننا مندردش فيها اتفضل.
انا النهارده حلمت بحاجه بعديها بسنه بتحصل. لا ده كده بس بتحصل زي ما هي زي ما انا شفتها في الحلم. يعني سنة مش حاجه مثلا انا بحلم نفسي في حاجه، لا هي حاجه انا موقف انا حلمت بيه، قابلت حد بعدين شفت حد. تلاقيه اتكرر معاك. اه فهو يعني هو ديجافو بس متطور حاجه كده. الاحلام الاحلام. طيب تعرف ايه عن عجائب الدنيا السبعه؟ هم سبعه. ما صح برافو. تعرف اي عجيبه فيهم؟ سور الصين العظيم. حلو. الهرم الاكبر. عجائب الدنيا السبعه. ايوه سبعة. هم سبعة. لا ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. لا 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 معلومة جديدة. طب اديني كم عجوب؟ هرم خوفو. ماشي صح. منارة اسكندرية. حصن بابليون. صح. ما أنا بسمع. مش عارف. كنيسة المعلقة ممكن ولا مش عارف. تمام. مش عارف خلاص كده عشان انا مش عارف بقى عشان انا ممكن اهبد الصراحه. ما هو ده الاحلى حاجه بقى في الموضوع. الهبد ده جميل ده. طب في حاجه في الصين ومشهوره جدا اشعر. ايوه سور الصين العظيم. ما قلتش كده ليه؟ ماشي اصل ده يعني اصل ده دايما في العجائب ما بيتغيرش دايما ثابت.